طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ولا باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. وصلت الحديث؟ وصلت؟ أنت لم تصل إلى الآن؟ قول في الباب. طيب، طب اقرأ انتهى. قولوا بالإسناد حدثنا قتيبة. فاستقطعوا الملح فقطع لهم
أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال فانتزعه منه. قال وسأله أما يحيى أما يحمى من الأراضي؟ قال ما لم تنف خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال نعم. أيوه لأنه إيه؟ لم يقل حدثني فلان، هو قرئ علي. ماشي. وبه إليك حدث ابن أبي أمر قال حدث محمد بن يحيى بن قيس المألي بهذا الإسناد نحوه. المألي ناهية من اليمن قال في رواية وائل وأسماء وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبيض ابن حمال حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع يرون جائزا أن يقطيع الإمام لمن رأى ذلك. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبر شعبة عن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضا بحضرموت. قال محمود بن أخبرنا النضر عن شعبة وزاد به وبعث أبو معاوية يقطعها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل البرص. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قدرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس برصا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال في الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في المزارع. وبه إليه حدث إسحاق بن منصور قال أخونا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا إلى بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. اختار بعضهم أن يكون البلد في باب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم يرى بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا يستأجر الأرض بالذهب والفضة. باب من المزارعة. وبه إليه قال حدثنا هنال قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين المتاجر عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا إذا كانت لأهلنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدارهما أو بدراهما. وقال إذا كان لأهلكم أرض فليمنحها أخاه أو يزرعها. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان قال أخبر الفضل بن موسى الشيباني قال أخبر شريك عن شعبة الأمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعه ولكن امر ان يرفق بعضهم بعضا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن امومته ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو احد امومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفات في الباب عن زيد بن ثابت وجابر بن طارق رضي الله عنهما. كتاب الديان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الديان. شوف ما هي علشان هو وضع كتاب الديان وحدها. انت قلت كتاب الديان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد شيئا عن رسول الله لكن هي تقرا كذا كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسكت سكته لطيفه. كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه تمام. فالافضل اذا وضعت العنوان تكتب كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العنوان نفسه لكن هنا يعني تقع الحيرة من أجلها. فهمت؟ ماشي تفضل. في المقتول التلميذي هو في تحت كما في أو أصل المقتول هو أصل لا أصل المقتول لا لم يكونوا يكتبون بهذه الكيفية. لا يتركون فراغات حتى لا يدخل أحد فيها كلامه. الكلام يكون متصل. لكن كانوا يصنعون في آخر الحديث دائرة. لكن سواء في الحديث او الفقه لا يتركون فراغا حتى لو ارادوا ان يكتبوا عنوانا يكتبونه مثلا بالاحمر او بشيء اخر.
لكن لا تكون فراغا مثل هذا يعني. لا. كتاب ديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ديات كم هي من الابل. وفي الي والحديث عن علي بن سعيد الكندي المفيد قال اخبرنا ابن ابي زائده عن الحجاج عن زيد بن حمير عن كشف بن مالك قال سمعت من مسعود بن قران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديات الخطر 20 بنت مخاض و20 بني مخاض بكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 خرقة. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو. وفي ذلك حدثنا ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا ابن ابي زائدة وابو فؤاد بن احمر وابن حجاج بن ارقاد نحوه. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن عنده موقوفا. وقد ذهب بعض العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق وهو الاجمع والعلم على ان دية تؤخذ في ثلاث دينيه في كل سنه. في كل سنه سلس الدية وراوا ان دية الخطا على العاقله وراى بعضهم ان العاقله قرابه الرجل من قبل ابيه وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم انما دية على بدار من النساء والصبيان من العصبه محمل كل رجل منه ربع دينار. وقد قال بعضهم إن نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نهر إلى أقرب قبائلهم فأوزن ذلك. وبه إليك الحديث أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حجاج وهو بن بلال قال حدثنا محمد الراشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي الحجاج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا رفع إلى أولياء المقتول وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا تأدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة وما صلاه عليه فهو له وذلك التشديد العقلي. قال أبو موسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هادي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية 12,000. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المقبولي قال حدث سفيان بن يدع عن ابي دينار عن عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث ابن يدع كلام اكثر من هذا. قال ابو عيسى ولم يعلم احدا يذكره في هذا الحديث من ابن عباس. في صوت؟ وفي حديث ابن عبد الله كلام اكثر من هذا. قال ابو عيسى ولن نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عند عباس غير محمد المسلم ولا عمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وراى بعض اهل العلم الديات 10,000 وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه. وقال الشافعي لا اعرف الديات الا من الابل وهي 100 من الابل او قيمتها. فهو جاء في الموضحه. وفي ذلك حدثنا حميد بن مسألة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموادئ خمس وخمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولعمر على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. باب ما جاء في دية الأصابع. وفي الله قال حدثنا ابو عمان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واكيل عن يزيد بن عماش عمرو النعمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الاصابع اليدان والرجلين سواء 10 من الابل لكل اصبع. قال ابو عيسى في الباب عن ابي موسى وعبد الله بن عمرو. وقال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يكون سفيان والشافعي واحمد واسحاق. وبه اليه قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن عكرمه بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سواء يعني المنصره والابهامه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
باب ما جاء في العفو. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن رهب قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال التقى رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا تقى سني. قال معاوية إن سترضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يطيه. وقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت أذناي ووعاه بقلبي. قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيرك. فأمر له بماله قال ليس هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه ولا أعرف من أبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الطويل. باب ما جاء في من وضخ رأسه من صخرة. وبه إليه قال حدثنا علي بن كثير قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدث همام عن قتلة عن أنس رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فوضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي. قال فأدركت وبها رمة فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان؟ قالت برأسها لا. قال ففلان حتى سمي اليهودي. فقال برأسها أي نعم. قال فأخذ فاعترف فأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فوضخ رأسه بين حجرين. قال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قبل إلا بالسيف. باب ما جاء في تشديد القدر المؤمن. وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن يزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة أن يعلم عطاء أن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أن يعلم عطاء أن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. قال أبو عيسى وحاد أصاب من حديث ابن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وهريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عبد الله بن عامر وحكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة أن يعلم بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عامر وعن النبي صلى الله عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة أن يعلم بن عطاء فلم يرفعه. وهكذا روى سفيان الثوري أن يعلم بن عطاء موقوفا وهذا أصاب من الحديث مرفوع. باب الحكم في الدماء. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن عامش عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. وبه إليه حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش أن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يوضع بين العباد في الدماء. وبه إليه قال حدثنا حسين بن حريد قال حدث الفضل بن موسى عن حسين بن وكيع أن يزيد الرقاشي قال حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دار مؤمن لأعتبهم الله في النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقال منه أم لا. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مثنى بن صباح عن حمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن شوم
قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيل الأذى من ابنه ولا يكيل الابن من أبيه. قال أبو موسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سرقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. قال أبو إسماعيل بن عياش عن المثنى بن صباه والمثنى بن صباه مضعفه في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب بن سلم. وهذا الحديث فيه اضطراب والأعمال عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قتل ابنه لا يهدم. وبه إليه والحديث عن أبو سعيد الأشد قال حدث الأحمر عن الحجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتل الوالد من ولده. وبه إليه والحديث عن محمد بن بشار قال حدثنا أبو علي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس عن عباس طاووس 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 مثل داوود هي لكن هي تكتب بالواو اختصارا. طاووس نعم. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرف بهذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل بن مسلم واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض اهل من كبر الحفظ. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المتمين رحمه تعالى باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثين. وبه قال حدثنا هنان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاثين الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء بمن يقتل نفسا معاهدا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرات سبعين خريفا. وفي الباب عن أبي بكر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا العامليين بدية المسلمين وكان لهما أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تاني. وكان لهما ودا من أول ودا ودا العامريين العامريين بنية المسلمين وكان لهما أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير ناظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل. وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المطبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يغضضن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا، وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ البية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وبه قال: حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعته، فقال فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح، والنسعة حبل. قال: باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال: وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مروة وأبي أيوب. حديث مريدة حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المثلة. وبقال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأشعث اسمه شرهبيل بن أدى قال: باب ما جاء في دين اسمه شرهبيل بن أدى قال: باب ما جاء في دية الجنين. وبه قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثني ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ما يقول بقول شاعر، بل فيه غرة عبد أو أمة. وفي الباب عن حمل بن مالك بن نابغة والمغيرة بن شعبة حديث أبي هريرة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم: القرة عبد أو أمة أو 500 درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضية عن المغيرة بن شعبة عن عبيد بن نضلة عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسفاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة، وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن: وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. وبه قال: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مطرف عن الشعبي قال اخبرنا ابو جحيفه قال: قلت لعلي: يا امير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي في بيضاء ولا بيضاء بقى؟ بيضاء. يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة ورأى النسمة
ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في صحيحه. تاني بقى وبرأ ما سمعت ما علمته. ما علمته إلا فهما يعطيه صح. يعطيه الله رجلا في القرآن وما في صحيحه. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفي باب الأسير ألا يقتل وألا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح. قال باب ما جاء في دية الكفار. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثني ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودية والنصرانية في دية اليهودي والنصراني. فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن عبد العزيز وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال باب ما جاء في رجل يقتل عبده. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين ومنهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند الضباب بالكسر ضاد صح؟ بالكسر الضبابي الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال باب ما جاء في القصاص. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتالة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا غص يد رجل فلزع يده فوق ثنيتاه. أن رجلا عض يد رجل فلزع يده فوق ثنيتاه فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. فأنزل الله والجروح قصاص. وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في الحبس في التهمة. وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثني ابن مبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. قال باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد حاتم سياه المروزي في هذا الحديث قال: معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العنقري قال: حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. وبه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال: سمعت عبد الله بن أمر ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال: حدثنا عبد بن حمير قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا، ويعقوب هذا، ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال: باب ما جاء في القسامة. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حيصة ومحيصة ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر فتفرق في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنه. فيش فدفنه؟ عندك فدفنه أبو ريع؟ موجودة؟ قد قتل فدفنه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم. وذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل.
فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود ب50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج أنه هذا الحديث بمعناه: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة. وقال بعض فقهاء المدينة: القول بالقسامة. وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: إن القسامة لا توجب القول وإنما توجب الدية. آخر أبواب الديات. الحمد لله، ماشي حسبك. كتاب القيود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه به قال: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحج. وعنه به قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعتي. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلي. ولا نعرف للحسن سماعا عن علي بن أبي طالب. وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن الزائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. ورواه أعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا، ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال أبو عيسى: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه، ولكننا لا نعرف له سماعا منه. وأبو ظبيان اسمه حسين بن جداب. هذا على شرط إيه؟ على شرط مسلم ولا البخاري؟ على شرط مسلم. موافق لشيخ؟ لا، البخاري. لأنه هنا في معاصرة، صح؟ هنا في معاصرة، يبقى هنا إيه سلك، يعني التلميذ ليس له كتاب في المصطلح، لكن لما تتكلم إذا نال شرط البخاري ممكن تقول سار عليه الترمذي أو تبع عليه الترمذي، إلا أن نجد شيئا آخر، لكن هذه تدل أنه سار على منهجه أيضا. ثبوت النخي ليس المعاصرة، لكن على مسلم المعاصرة تكفي، لكن شرط ألا يكون مدلس. ماشي. باب ما جاء في درء الحدود. وعنه به قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود وأبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فقلوا سبيلا، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وعنه به قال: حدثنا حنان قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرف مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن زهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع أصحه، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.
باب ما جاء في ستر على المسلم. وعن ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر قال عبد عيسى حديث أبي هريرة هكذا، روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباد بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكأن هذا أصاب من الحديث الأول. وعنه به قال حدثنا بذلك عبيد بن أسباد بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن قتيبة عن زهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في التلكين في الحاج. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سباق بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال ما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية أبي فلان. قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. قال وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير بن سلم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. باب ما جاء في درء الحج عن المعترف إذا رجع. وعنه به قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء معيد الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شركه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شركه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وشد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تربتموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن زهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وعنه به قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحج، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة
أقيم عليه في الحج وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف يا أنيس على امرأتي هذا فإن اقترفت فارجمها ولم يكن فإن اقترفت أربع مرات. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا صرف فيهم الشريف تركوه وإذا صرف فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وفي الباب عن مسعود بن عجبة ويقال مسعود بن عجب وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجل رجل قال رجل صح ما جاء في تحقيق الرجل رجل. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. وعنه به قال حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان بها أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزله الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصل وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في رجم على الطيب. وعنه به قال حدثنا ناس بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر أنه رضي الله عنهم أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشرك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اكتب بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن بني كان عصيفا على هذا فزن بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت به بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأتي فقال
على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي نفس والذي نفس بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة، والخادم رد عليك وعلى ابنك إجاب مئة، وتضريب وتضريب عامل. وقل يا أناس على امرأتي على امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال وعنه به قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعنى. قال وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن صامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وحزان وبريدة وسلمة بن ابن محبي وأبي برزة وعمران بن حسين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها. ولو بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل وحديث ابن عيينة وحده وهما فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي زهري عن زهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل ابن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وروي عنه أنه قال: وهذا الصحيح وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وروي عنه أنه قال شبل ابن حابر وهو خطأ، إنما هو شبل ابن خالد. ويقال أيضا شبل ابن خليل. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور ابن زادان عن الحسن عن الحطان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جد مئة، ثم الرجم والبكر بالبكر جد مئة، ونفس سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيره، قالوا: الثيب تجلد وتلجم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قوم إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يلجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. باب تربص الرجم بالحبلى حتى قضى. وعنه به قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي كلابة عن أبي المحلب عن إمران بن حسين أن امرأة من جحينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقال إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله وجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو كسبت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله بنفسها لله. قال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح. حسبك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.